حتى رصيدك بس. بنزل اسولف معكم بعد ما اخلص يا عبد الله الزهراني. انتو صقر صقر عيد يا ابوي. اقول هذه الرابعه. هذه الرابعه الله الله. وصلت في الوقفه هذه وخط النهايه يعني ممكن تمشي. اكيد المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين اربع. قلنا في اربع يا رجال. ابو سعد سامي ابو تدري توني ادري انك ابو سعد. الله يطول عمرك. تدري الشيء انا ابو لعبان. ابو لعبان سعد وين؟ طيب سعد عند لبه عند اي وين ترتيبه في اسمك؟ شين سعد هذا لقب. لقب ابوي ما يعرفونه الا لعبان. اه تبو سعد ما حد الهويه ايش مسجل؟ سعد ابو سعد منور الدنيا. الله ينور. هل الموقف هذا يحتمل الضحك يا صديقي؟ ها أنت تستخف بمن يدعمك فتضحك في هالنقطة الآن؟ يا أخوي يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله ما عندي فيها دام ربعي مع السفتان المهار. ونعم. 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 ولكن هناك اسمع صلع الرسول. هناك محب جالس. إيش أغلى ما يملك الشخص تتوقع؟ إيش أغلى شيء ممكن يملك الشخص؟ ما سألتك. إيش أغلى شيء يملك عند الشخص؟ عند الشخص؟ نعم. لمثلك يا أبو سعد. طب الساعة لا 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 الوقت. الوقت ما في أغلى منه. الوقت هو اللي يجيب الفلوس، هو اللي يجيب الجنة إن شاء الله، هو اللي يجيب السعادة. حياة ما شيء. الوقت. نعم. طيب الشخص اللي أعطاك من وقته بلا مقابل إيش تقول له؟ ما أقول الله يطول عمره. إيش؟ الله يطول عمره. إذا لا تستخف وتضحك في مثل هذه الأماكن أرجوك. ليش؟ والله بضحك ولا عندي في شيء. ولا عندك في أحد. هضحك مستانس. لا لا. تستانس الآن؟ إيه أحد ياثق في نفسه. أنا حزين أمام الشاشة أخاف إنك تغادر وجالس تضحك. وين غدرت أبكي؟ ماني باكي. مشاعر الناس عندك لعبة؟ عاد يعني الناس ما بلعبة لكن عاد هذا وضعي يعني كذا. شو أسوي؟ وجهك للكاميرا لا أنت؟ الله يطول عمرك بسم الله. طول راجع. متعب. شمورك؟ أبوي طيب. اسمح لي أجي بيجي جانبك وأزداد شرف. الشرف لي والله طال عمرك. متعب. أقول كيف ما أقدر من المراجل ويدفعني حماس؟ كيف ما أقدر من المراجل ويدفعني حماس؟ وأنا ربعي كل علمني نوم استجابته من رجال في المواقف تروس ولا تراس من يصادمهم يصادم جبال ثابتة. ونعم معاكم زوج. متعب. في مرحلة من المراحل كنت قريب جدا ايه من كسب نقاطها ولكن فرطت فيها بدم بارد. هذه هي الدنيا حظوظ توافق والخير فيما اختار الله سواء قعدت اليوم ولا طلعت. بس الله سبحانه انا كسبت رؤوس الريجي ذا الله سبحانه طيب. الله سبحانه يقول اعملوا بالاسباب. ان شاء الله ان ما عملنا الاسباب اللي شايفين ان في صالحه. في صالحه ان شاء الله. وين تقع بها؟ في اي جهه في المملكه؟ في الجنوب. في الجنوب. جميل انك عرفت. الله يقبل منه ومنك. ابوي حسين ما احنا في فصل. تركي ماذا لو كنت مغادرا اليوم؟ اقول اللهم لك الحمد تعدينا 100 يوم في قناه بدايه وان طلعنا خيره اختاره الله واهم شيء اني كسبت الريجي ظل اللي قدامي واللي يطلعوا وأخوياي والأمر في يد الله سبحانه. متعب ماذا لو كنت مغادرا؟ يفرحون أهلي جيد. لبيك؟ أقول يفرحون أهلي بجيد. ومن يحب بقائك على الشاشة؟ يلقوني في شاشتين ثانية. حسين ما رأيك في من يخذل من يحبه؟ وضح. لبيه؟ وضح. أنا أحب حسين أيوه وتابعه وصوت وأعطي من وقتي وأدعي له وتجي فرصة يجاوب جواب صحيح ويجاوب خطأ. ما هذه قدرة الله. أقول العدو والسموحة حتى وإن تعمدت الإجابة الخاطئة. لا ليش أتعمد؟ ماذا لو كنت مغادرا صديقي حسين الجميل مع كل اتجاه؟ والله طال عمرك طال عمنا عند أخواني راح أنا أبوي هو أهلي. لا أبغى اللي بيدك. لا خلني أستغفر.
ابغى استغفر، ما تبغى لي لاجر؟ ما احنا اخوان في الاسلام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. صديقي حسين، تمنيت ان يطول البقاء، ولكن إرادة الله دائما يا تركي فوق كل إرادة. أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه يفعل ما يريد. ولكن على الشاشة دائما وأبدا خل تفكيرك في الناس اللي تتابع، خل تفكيرك في من؟ في الناس اللي تتابع وتعطيك من وقتها اللي هو أغلى ما يملك الشخص، وتعطيك من دعائها وجهدها، بل تترك أحيانا أعمالها الخاصة لأجلك. وعندما تأتيك الفرصة لتفرق عن غيرك بإجابة، فلا تستهزئ بالوضع، بل كن قد الثقة اللي أعطيت لك. لا تضحي بمن عطاك، وحينما يحين وقت عطائك له تقصر معه. بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى من يحبك ومن خذلت لأجل صاحب يقف معك على نفس المسرح. والآلاف أمام الشاشات للأسف متعب. استودعتك الله يا أبو. بس نسيتك